حضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع ومستمرين في تغطية جلسات الحوار الوطني، والآن بنتحدث عن ما دار في جلسة المحليات وقانون المحليات وقانون الانتخابات المحلية، ومعنا ضيف هو واحد من المهمومين بهذا الملف منذ سنوات، وهو الأستاذ ناصر أنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أخويا. يعني اشرح لنا الأول إجمالا أهم ما دار في هذه الجلسة المهمة. شوف، يعني الجلسة دي كان أهم عنصر موجود فيها هو الجميع تشارك في المطالبة بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات المحلية، باعتبار أن المجالس الشعبية المحلية هي آلية من آليات الجمهورية الجديدة للرقابة على أداء السلطة التنفيذية في وقت الدولة بتتوسع في الخدمات، بتتوسع في المشروعات القومية التي تقام على الأرض، واللي محتاجة لوجود مراقبين شعبيين يقدروا يضبطوا الأداء فيها. النقطة الثانية أن الجميع تحدث على أن في تحدي كبير هو المادة 180 من الدستور اللي بتحدد عدد من النسب لصالح فئات معينة وكيفية التعامل معه. الجلسة كمان كانت ثرية بالقيادات الشعبية، سواء وزراء سابقين للإدارة المحلية أو محافظين أو خبراء لديهم وجهات نظر شديدة الأهمية والثراء، ويمكن دي أكتر جلسة قدمت فيها نسخ من مسودات لقوانين خلال جلسات الحوار في الأربع أيام اللي مر. عشان كده أنا يعني متفائل أن هذا المحور سيسر عن نتائج سريعة جدا على الأرض، يمكن أن نرى نتائجها كمقدمة للكشف عن إنجازات الحوار الوطني. يمكن إحنا بقالنا أكتر من 10 سنوات تقريبا ما عندناش مجالس محلية، ويمكن ده مخلينا محتاجين نعيد على المواطنين طرح أهمية هذه المجالس بشكل مبسط. بالضبط، يعني احنا تقريبا من سنة 2011 لحد النهاردة ما عندناش مجالس محلية، فيه فراغ حقيقي في الرقابة على السلطة التنفيذية، وبالتالي المواطن محتاج انه يشوف على الأرض أشخاص قريبين منه قادرين انهم يقوموا بدورهم في مراقبة الخطوات اللي بتتم على الأرض في إطار الخدمات، وفي نفس الوقت ده يخفف عن البرلمان المصري ثقل أو عبء القيام بدور عضو المجلس المحلي، وبالتالي يتفرغ أكتر لرسم السياسة العامة والرقابة على الحكومة نفسها، وبالتالي التكامل ده يخلي المواطن مستشعر قيمة حقيقية وتأثير حقيقي لصوته على الأرض، وده مؤشر مهم جدا. أنا شايف أني كان في محاولة للوصول إليه بشكل واضح في مشاركات الجميع. في نقطتين برضو مهمين فيما يخص المحليات. رقم واحد فيما يخص قانون انتخابات المحلية، رقم واحد النسب المخصصة للفئات المختلفة، رقم اتنين طريقة الانتخاب. يعني هستأذن حضرتك سريعا تقول لي رأي حزب التجمع في هذه النقاط. شوف، احنا في التجمع كان رأينا ان النسب المنصوص عليها جوه الدستور بتشكل عائق امام اي نظام انتخابي نسبي، لان ده هيصعب بشكل كبير جدا على الناخب او على المواطن عملية التصويت، واعلان النتائج هيبقى فيه ثغرات من الممكن ان تذهب بنا لعدم الدستورية. وعدم الدستورية هنا كارثة، لاني بتكلم عن عدم دستورية تشكيلات من 56,000 عضو. وبالتالي كان رأينا ان الى ان يمكن النظر في النسب المنصوص عليها كمحددات رقمية في الدستور، نحن نحتاج إلى الذهاب إلى نظام القائمة المغلقة المطلقة لضمان الوفاء بالنسب، سرعة إنجاز الانتخابات، سهولة عملية التصويت على الناخب، كفاءة حقيقية في إنجاز العملية الانتخابية وفقاً لجدول زمني سريع يمكن بعدها أن نرى المجالس على الأرض. ممكن هنا حد يسأل، هل إحنا لدينا هذا الكم من الكوادر اللي نقدر نضمهم ونجمعهم في قائمة واحدة؟ شوف، يعني الحوار الوطني كشف بشكل حقيقي عن مدى الزخم والثراء الذي تمتلك القوى السياسية والقوى المدنية في مصر. يعني لما نتكلم على 113 محور، كل محور فيه 30 متحدث رئيسي و60 مشارك، يعني 90 شخص. أنا بتكلم عن 11,000 شخص يشاركوا أو سيشاركوا في الحوار، كرقم للفاعلين داخل النخب والقوى السياسية. لو أنا رجعت للقواعد اللي وراهم اللي شاركت في صياغة هذه الرؤى، لا، مصر سرية. دور الهيئة الوطنية للتدريب مهم جدا، بقالنا 4 أو 5 سنين في أجيال تتخرج منها. أكاديمية ناصر في أجيال كثيرة تتخرج منها وعندها الكفاءة. النماذج المحاكاة اللي موجودة في عدد من الوزارات، ويمكن أنا شفت هنا تواجد مؤثر وحقيقي لنماذج محاكاة وزارة الشباب، ده بيقول إن إحنا عندنا
حقيقي أعضاء وكوادر تستطيع أن تشغل هذه المقاعد وتكون كفءة في الأداء. المهم الإرادة عندنا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ ناصر أنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، وأتمنى لك التوفيق يا رب دايما. شكرا لحضرتك وشكرا لمتابعينا في تلفزيون اليوم السابع. ده كان جزء مما دار داخل لجنة المحليات والملف المهم قانون المحليات والانتخابات المحلية. إلى اللقاء.